يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا كنت لا تستطيع كثرة العبادة فكف أذاك عن الناس فهي صدقة لك، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا من صور السلامة: السلامة مع الجيران، وذلك بكف الأذى عنهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من يأمر جاره بوارقه. قال: يا رسول الله، وما بوارقه؟ قال: شر. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحقق السلامة مع الجار أولا، لأن إيذاء الجار من محدثات الأعمال. فممكن تأذي جارك وأنت مش واخد بالك، تركن عربيتك قدام جارك وأنت مش واخد بالك، وهو يتأذى من ذلك، مش عارف يطلع ويخش لبيته من عربيتك المكونة اللي بره البيت. وأنبه، هذا المسجد يشتكي من كثرة العربيات أمام الباب، أمام باب سيد، أمام باب بيت من بيوت الله عز وجل. فينبغي علينا نعد بابك كما نعيش جوار الباب، مش قصاد الباب، لأن الناس تشتكي. لذلك لابد عليك أن تحقق السلامة مع جيرانك، لأن إيذاء الجار من محبطات الأعمال. المرأة التي وصفها سيدنا أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانة كثيرة الصلاة والصوم والصدقة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، باللسان بس. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال: يا رسول الله، إن فلانة قليلة الصلاة والصوم والصدقة، يعني تؤدي الفرائض فقط، لكنها يا رسول الله لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نحقق السلام مع الوطن، وذلك بالمحافظة عليه وعدم زعزعته، والمحافظة على أمنه واستقراره. إذا فعلنا ذلك حققنا